ضربة جزاء لم تحتسب لنادي الاتحاد السكندري أمام نادي الزمالك في مباراة لا تحتمل الضعفاء على استاد الإسكندرية، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهاردة. ولكن قبل ما ندخل في أي تفاصيل، يا مساء الفل عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جد في العرضة. في البداية كده، لو أنت مش مشترك في قناة فأنا بقول لك يا ريت تشترك في قناة وتفعل زر الجرس ده لو أنت عايز تعرف كل ما يخص الكرة المصرية في فيديوهات صغيرة، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك. الكرة يا سيدي باختصار كده وهي كرة فوزي الحناوي وجنش. الكرة طبعا اللي فوزي الحناوي بيجري عليها، جنش راح ماسكها وراح نايم بيها على الارض، ففوزي الحناوي راح وقع واتقلب من فوق جنش. الحقيقه يا جماعه ان الكره دي، في ناس بتتكلم وبتقول ان الكره دي ضربه جزاء. طبعا الكره ما لهاش اي علاقه بضربه الجزاء. واحد يقول لي يا عم ازاي ما فيهاش ضربه جزاء، ده الناس طبعا اللي بتتكلم وبتقول ان الكره دي ضربه جزاء، وفي ناس مقتنعه على فكره تماما ان الكره دي ضربه جزاء. ما تعرفش هي فاهمه نقطه زي كده ازاي يا سيدي؟ طب ما هو مسك الكره في ايده، واثناء ما مسك الكره في ايده اللاعب دخل في جسمه، والطبيعي ان اللاعب بتاع نادي الاتحاد السكندري جاي بسرعته، فالطبيعي ان اي صدام هيقابله هيخليه يتقلب او هيخليه يقع على الارض. جينا يا جماعه مسك الكره وراح نايم بيها. انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، ولكن انا الناس اللي متابعاني عارفه ان انا ما بنتميش لاي نادي اصلا، ولكن كل الناس اللي متابعاني عارفه ان انا بجيب كل اخبار الكره المصريه في فيديوهات زي كده وبعرضها على قناتي على اليوتيوب، ماليش علاقه باي انتماء. بس انا شايف ان في ناس بتتكلم على الكرة دي وبتقول ان الكرة دي طبعا ضربة جزاء وهي ملهاش اي علاقة بضربة الجزاء. انا معرفش هو فهم حاجة اصلا زي كده ازاي. اما بقى طبعا في ناس بتتكلم علشان طبعا نادي الاتحاد السكندري لو كان فاز على نادي الزمالك فالطبيعي انه كان هيروح الكونفدراليه، ونادي الزمالك لو كان اتهزم كانت تبقى مشكله. فالناس باي طريقه كده تحس اني خلاص عايزين الزمالك يتصدر الدوري، عايزين نادي الاتحاد السكندري يروح الكونفدراليه. ما تعرفش الناس بتفكر ازاي. المهم ان الناديين دول يطلعوا كده مرضيين، اللي بيشجع ده عايزه يفوز واللي بيشجع ده عايزه يفوز، مش مهم بقى بالحكام بقى من غير الحكام بقى بالظلم بقى بالتحكيم الصحيح، ده ما يخصوش. اهم حاجه اللي عايزه يحصل فقط لا غير. ده كان الفيديو باختصار. ما تنساش اكتب لي رايك في التعليق وتقول لي هل دي فعلا ضربه جزاء ولا لا، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.